الوصيه الثالثه عشره ازهد في الدنيا يحبك الله عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا الحديث يعده العلماء اصلا من اصول الدين، وفلكا من افلاكه التي يدور عليه، ويعتبرونه ركيزه من ركائز الايمان القوي واليقين الصادق، ولقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اشد الناس حرصا على معرفه ما يقربهم الى الله تعالى، وينجيهم من عذابه. ويدفع عنهم معره الدنيا ومذله الاخره فقوله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله اي خذ منها كفايتك وارض بما قسم الله لك واقتصر على الحلال الطيب ولا تحزن على ما فاتك منها ولا تفرح كثيرا بما اتاك من حطامها والزهد في الحقيقه انواع والناس فيه على اربع درجات الدرجه الاولى درجة العدول، وهم الذين يكتفون بالحلال الخالص. الدرجة الثانية من درجات الزهد هي زهد الصالحين، وهم الذين يتركون المتجابهات استبراءً لدينهم وأعراضهم. الدرجة الثالثة درجة المتيقن، وهم الذين يتركون الجائزات إن خافوا أن تؤدي بهم إلى ارتكاب المحرمات أو الشبهات. الدرجة الرابعة درجه الصديقين وهم الذين يكتفون من دنياهم بما يسد الرمق ويستر العوره ويجعلون الاخره مبلغ همهم وقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالزهد في الدنيا ورتب عليه محبه الله عز وجل لان القران الكريم قد رغب فيه وحض عليه ورتب عليه من درجات القرب والحب ما يفرح به المؤمنون في الدنيا والاخره قال تعالى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ومن مظاهر التعفف عدم الاستدانه من الناس ما لم تدع الضروره الملحه لذلك فالدين هم بالليل وذل بالنهار وكان النبي يستعيذ في اخر صلاته من المغرم والماثم ومن مظاهر العفه التغاضي عما في ايدي الناس من النعم الماديه حتى لا يتطرق الحسد الى القلوب فيسلب منها القناعه والرضا فيتبدد نور الايمان شيئا فشيئا بسبب الحسد حتى يتلاشى واعلم ان الزهد مما في ايدي الناس نوع من الكرم لا يعرفه اكثر الناس لان الكرم من الكرامه وما سمي الكريم كريما الا لانه يعطي الناس ويتنزه عن اعطياتهم ومن مظاهر التعفف عدم الاستدانه من الناس ما لم تدع الضروره الملحه لذلك فالدين هم بالليل وذل بالنهار وكان النبي يستعيذ في اخر صلاته من المغرم والماثم والمغرم هو الدين والماثم هو الذنب ومن هنا نشعر بقيمه هذه الوصيه التي اوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم كل من يريد ان يحبه الله وان يحبه الناس ونحن لا نرى انفصالا بين الزهد في الدنيا والزهد فيما في ايدي الناس فهما متلازمان ولا نرى انفكاكا بين حب الله وحب الناس فمن احبه الله حبب فيه خلقه, فيه خلقه.